يلا نحتفلوا أونلاين نهار السبت 5 دجنبر بالجمعيات والمتطوعين اللي عطاو من وقتهم، وغادي تكون فرصة باش نشكروهم على الالتزام ديالهم في هذه الفترة. يلا نكتشفوا المترشحين لفئة مبادرة السنة. رشد الشفراد، جمعية طنجة مدينتي، مدينة طنجة. جمعية طنجة مدينتي واحد الجمعية اللي تأسس في 2009، اللي هو كان الهدف ديالها هو المساعدة والإرشاد ديال التلاميذ والطلبة اللي مقبلين على الدراسات العليا. هذا العام كنشاركوا في مبادرة السنة بمبادرة ديال شعبتي فورم. شعبتي فورم اللي هو واحد الفورم اللي كيخدم الناس ديال الثالثة إعدادي، اللي كيعاونهم على التوجيه، وكذلك كيخدم واحد الجانب الشخصيات ديالهم من خلال المحاضرات والتكوينات اللي كنعملوا في هاد اليومين ديال هاد الفورم. وكذلك هاد الفورم حدث في 1 مارس، يعني ما قبل الحرج الصحي، وقدرنا اننا نوصلوا ل 2300 مستفيد. الحدث ديال شعبتي فورم كتجلى الاهميه ديالها في انه كاين واحد الحاجه كبيره عند الناس ديال الثالثه اعدادي، واللي هي سواء في التكوين ديال الشخصيه ديالهم سواء في المسار التوجيهي ديالهم. لهذا فصوتوا علينا في الصنف ديالهم افضل مبادره السنه، وشكرا. وحود محمد، مؤسس جمعية مغاربة متضامنة بلا حدود وجدة. فكرة تأسيس هذه الجمعية جات من عند الوالدة ديالي اللي ربات فينا قيم العطاء ومساعدة الغير. المشاركة ديالنا هذا العام في مبادرة السنة كتستهدف إشكالية ديال الولوجيات، هاد الناس اللي ما كيقدروش يوجوا سواء الإدارات أو المرافق العمومية أو المدارس. فكرنا أننا نديروا توعية سواء عن طريق فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر ندوات. توجناها أخيرا بواحد السباق اللي شاركوا فيه الأشخاص في وضعية سوية باش يحسوا تاهما بالكرسي المتحرك الصعوبة ديال التنقل في المجال الحضري. مشاركتنا هاد العام في مبادرة السنة غادي تخول هذا المشروع أنه يكون عنده استمرارية ويكون عنده نسخ اخرى، واللي ما لا يولي على الصعيد الوطني بفضل التصويت ديالكم غادي نقدروا نحققوا جميع هاد الاهداف. كريم بالحر، جمعيه رابطه الخير لرعايه الاشخاص في وضعيه صعبه بمدينه انزكان. كنشاركوا في مبادره السنه المسابقه ديال ديك ساميت، يعني بمشروع ديال رعايه الاشخاص في وضعيه التشرد، الحمايه ديالهم من تداعيات فيروس كورونا بعد فرض الحجر الصحي على البلاد ديالنا. كل شيء انه المنازل ديالو كتبقى هذه الفئه هذه فين غتمشي. الجمعيه بالتنسيق مع السلطات يعني فكرت في هاد الناس هادو، وجدنا القاعه متعدده الاستعمالات مدينه انزكان وجهزناها، واستقبلنا ما يزيد على 154 شخص اللي توفرت لهم جميع الظروف من الترفيه والملبس والمأكل. اليوم كاين شباب واطفال اللي كانوا في حاله تشرد وتسكع اصبحوا اعضاء نافعين في المجتمع. باش نساهموا كاملين ونتعاونوا كاملين مع رابطه الخير، نصوتوا بكثرة على جمعيه رابطه الخير باش تكون كجمعيه مبادره السنه. شكون فيهم غادي يفوز بالجائزه في هذه الفئه؟ يلا نشجعوا. دير يديك، دير الخير تلقاه. يلا نحتفلوا بيدين الخير في دير يديك سميت 100% ديجيتال.